السلام عليكم. اليوم غادي نوجدو مركز الحامض او الليمون اللي كيجي زوين بزاف والنتيجة زوينة بزاف. هذا انا راه هذه هي النتيجة، يعني خليته في المجمد وخرجته باش نوريكم النتيجة. صراحة كيجي زوين بزاف والقوام ديالو يعني ماشي كي يعني كيجمد بزاف، يعني تقدري تحكمي فيه. هكا كتجبدي الكمية اللي بغيتي بالمعلقة، كيف كتشوفوا كيتهز بسهولة. شوفوا القوام ديالو زوين بزاف وساهل، يعني بالزربة كيوجد والنتيجة صراحة زوينة، وكيسهل عليك هكا الخدمة، كيكون موجود هكا في اللي بغيتي توجدي العصير. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. لليوم غادي نوجدو مركز الحامض او الليمون اللي كيجي زوين بزاف وكيصبر في المجمد، كيبقى مده طويله وكتجي النتيجه ديالو زوينه بزاف. عندي هنا 5 كيلو ديال الحامض، كنغسلو مزيان في الاول وكنخليه يبات في الماء ليله كامله، يعني كنديرو هكا في بانيو كبير او المهم بانيو كبير اللي يقدر يهزو ويغطي عليه الماء، وكنخليه يبات في هذاك الماء ليله كامله. من بعد كنحيدوه، يا اما تنشفوه يا اما تخليوه في شبيكه حتى ينشف على خاطره. ومن بعد غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. هنايا انا راه غاسلاه ومخلياه بيت ليله كامله في الماء، يعني وخليته ينشف على خاطره، ودابا غادي نوجدو معاكم ان شاء الله. كناخدو الليمون، كناخدو حكاكة وهكا بواطا، وكنحاولو نحكو غير هاد القشرة الفوقانية، غير الصفر، يعني منوصلوش حتى الأبيض. إلا وصلنا الأبيض كيولي يجي من مر، نحكو هكا بالزبدة. كنوركوش بزاف باش ما تحكش لينا هاديك القشرة اللي لداخل اللي بيضة، باش ما تجيناش المرورة في المركز ديالنا. صراحة مركز اللي كيجي زوين بزاف وكتقدروا تستعملوه في اي عصير، صراحة هو ولا المفضل عندنا، احسن من الحليب، احسن من العصير ديال الحليب. صافي كندور عليها هكا كامله حتى كنساليو هذيك القشره الصفراء ديالها، كنحطوها على جنب. غادي نكملو بنفس الطريقه، هانتوما كيفاش كتشوفوا القشور ديال الحامض هما هادو، كنكملو على هذا الشكل حتى كنساليو. كيف كتشوفوا انا حكيت الحامض ديالي كامل، هذا هو القشور ديالو. دابا غادي نوجدو الحامض. كناخدو هكا العصاره، يا اما هادي يا اما ديال الطو، وكنقسمو هكا الحامض على جوج وكنعصرو بهذا الشكل. مزيان اللي عنده ديال الطو راه من الأحسن، كتهنيه وبالزربة كتسالي ليه هاد الكمية، واللي ما عندوش ماشي مشكل، حتى هادي نقضيو بها. المهم هو نديرو الحاجة ما نعكزوش عليها بأي طريقة. وغادي نكملو على هاد الشكل، ومن بعد غادي نكملو الطريقة ان شاء الله.
انا عصرت هذه الكميه، مازال ما كملت غير هذه العصره الاولى، بغيت نوريكم الطريقه. كان هذا يعني ما كنستعملوش، كنحيدوه. وكناخذ الصفاي كنحاولوا نصفيو هكا، حيت كيدوزو هذوك العظام، كنحاولوا نصفيو باش نحيدوهم على هاد الشكل صافي. وكنكملوا بهاد الطريقه حتى كنساليو الحامض ديالنا كامل، وغادي نكملوا ان شاء الله. كيف كتشوفوا ساليت الحامض اللي عندي، هذه هي العصره الاخيره. هذه هي الكميه اللي خرجت لينا. كنصفيو هاد العظام باش ما يطلقوش لينا المروره في المركب ديال الحامض. نعصروه هكا مزيان. هادي ما غاديش تكفاني، داكشي علاش غادي نحولو لهنايا. وعندي السنيدة، عندي هنا كيلو ونص ديال السنيدة، يعني كتحسبو كل كيلو ديال الحامض فيه نص كيلو ديال السنيدة. هنايا درت كيلو ونص كيف قلت لكم، كيلو ونص ديال السنيدة في 5 كيلو ديال الحامض، وكنخويو فيه على هاد الشكل. صافي كنخليو وحدانا في الكوزينه على جنب، وكنبقاو مره مره نحركو، كل شويه ندوزو من حدا نحركو، كل شويه نحركو صافي. ونخليو يبات ليله كامله، غادي نخليو يبات ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله، وغادي نكملو. هذا هو الحامض ملي داب لينا لي السكر، شوفوا ما بقاتش فيه كاع السنيده، ولكن بقيت كل مره كنحرك، كل شويه كنحرك، كل شويه كنحرك النهار كامل وانا حاطاه حدايا. فين ما كندور حدايا كنحرك، كندور كنحرك حتى صافي السنيده دابت. دابا غادي نكملوا الطريقه. دابا غادي نطحنوا، نحاول غادي نحاول نصفي هذه ما كت بسم الله. هذه هي النتيجه النهائيه، صفيتو كيفاش كيجي.
كنصفيهم من دوك القشور باش ما يبقاش مر، كيجي على هذا الشكل زوين، كي كنحتفظوا عليه في المجمد. عندي انا هادو كتشوفوا هادو هكا على هذا الشكل، عندي ثلاثة غادي نعمرهم. بسم الله، هادو هما باش غنحتفظوا بهم في المجمد، وكتبقاو فين ما احتاجيتوهم. فين ما احتاجيتو ديروا العصير كتلقاوه موجود، كتاخذوا بالمعلقه القياس اللي بغيتو كترجعوا، حتى هو ما كيتجمدش يعني بزاف، كيبقى يعني تقدروا تحكموا فيه، تهزوه بالمعلقه ساهل بالزربه كيتهز لكم. في هذه غادي نسد عليها بارك عليها لهذا الشكل. هذه بارك عليها، هما هادو كيف ما كتشوفو غادي نحتفظو بيهم في المجمد، وغادي نوريكم النتيجة النهائية إن شاء الله. أنا خرجتهم هنايا من المجمد وغادي نوريكم النتيجة. نتيجة زوينة صراحة، كيف كتشوفوا راه ما كيجمدش بزاف كيف قلت لكم، يعني ساهل باش نهزوه باش نستعملوه. كتهزي الكميه اللي بغيتي وعلى حساب شحال ديال العصير غادي تحتاجي. ما تنساوش دعم القناه بالاشتراك وجيم الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع كل احبابكم واصحابكم. وهذه هي وصفة اليوم، ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. من بعد ما درتهم في المجمد انا خرجتهم، خليتهم يعني باتوا ليله كامله، وفي الصباح هما هادو. هذه هي النتيجه، صراحه مركز اللي زوين وكيتستعمل مع اي يعني اي فواكه، صراحه كيجي زوين بزاف والنتيجه ديالو زوينه. وهذه هي الكميه اللي كتخرج 5 كيلو، والقوام ديالو ساهل يعني بسهوله كتهزوه وكديروا الكميه والقياس اللي بغيتو. ما تنساوش دعم القناه بالاشتراك وجيم الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع كل احبابكم واصحابكم، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، في فيديو اخر ان شاء الله. وهذه هي وصفه اليوم.